انا اقصد انه يعني هيئه الرياضه انا اشوف انها من خلال المتابعه يعني عامه ايه؟ انها يمكن اكثر جهه حكوميه جالسه تسير في مشوار الرؤيه ومشوار التغيير ومشوار يعني جذب الشباب الرياضي، مشوار التطوير، رفع مستوى التنظيم، خلق بطولات جديده واحداث رياضيه. الفيديو الصغير اللي انتشر اليوم وبثته هيئه الرياضه أي. يعني خلال 6 شهور يعني في ثواني تشوف مقاطع كانها يعني عمل لسنوات طويله، سباق السيارات، المصارعه، يعني اشياء تشعرك بهذا شغال الفراغ. اي نعم. موضوع التخصيص الان، موضوع التخصيص لما اجي انا اشوف التخصيص هذا شامل قطاعات الدوله من ضمنها الرياضه، هدف انه قبل 2020 الانديه تكون دخلت نظام التخصيص. اللي نشوفه من خلال البحث في ديون الانديه والعمل على علاجها، ترى ما هو عبث ولا هو في كثير ياخذها من باب والله مثلا مقصود الرئيس الفلاني، مقصود إدارة النادي الفلاني، انه تشويه كذا. لا، اللي انا اشوفه انه هذه ارضيه، يعني انديتنا انديه يعني هشه ضائعه ماليا، ما فيها اي شيء. كيف تدخل نظام الخصخصه وانت ما تعرف اصول هذا النادي ولا نعم. تعرف، ما في اي شيء. فواضح ان في عمل يعني مؤسسي، وانا اظن يعني انه هيئه الرياضه من الاجهزه الحكوميه اللي تسير في طريق تنفيذ والوصول الى رؤيه 2020 على الاقل يعني في الفتره الحاليه. طيب احنا عندنا